انتظرت طويلا تلك المقابلة مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، لأنه كان علي الانتهاء من إجراء دبلن. عموما تم ذلك بنجاح. سوف تتساءل دائما، هل سيسمحون لي بالبقاء هنا؟ أو هل سيقومون بترحيلي إلى بلدي وما شابه ذلك؟ بالنسبة للمقابلة الثانية، لقد تهيأت لها مع المحامي وكان يسألني أشياء كثيرة. كنت أحضر وأطبع كل شيء وألونها وهكذا. أظن أنه كان هاماً جداً أنني لم أكذب عليهم. جاءتنا رسالة لدعوتنا إلى المقابلة الثانية مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية. أظن أن الإيجابي في مكتب المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية أنه بجانب محطة القطار لم يكن من الصعب علينا العثور عليه.